أثار الموت المفاجئ للأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مهار بوادي النطرون شبهات وقوع جريمة قتل للرئيس الدير الذي سيما بيد الأنبا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مارس 2013. ده الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مهار. وقال مصدر أمني للوطن أن إدارة البحث الجنائي في البحيرة انتقلت للمكان وجاري عملية الفحص وسؤال العاملين، مشيرا إلى أنه تم اختيار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث كشف الراهب القمص باسيليوس المهاري أمين مكتبة دير أبو مهار بوادي النطرون في تصريحات خاصة للوطن أن أحد رهبان الدير عثر على جسد الأسقف ملقى في أحد ممرات الدير في فجر اليوم الأحد 29 يوليو 2018 أثناء ذهابه لصلاة القداس. وقال القمص إن جثمان الأنبا أبيفانيوس وجدت وحوله بركة من الدماء ورأسه مهشمة بشكل تام، وتم إخطار الشرطة والنيابة العامة. بعد الاتصال بالبابا توادروس الثاني الموجود حاليا في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وهو من طلب الاتصال بالجهات الأمنية التي جاءت وعينت الجثمان والتقطت صور لمسرح الجريمة ونقلت الجثمان إلى المشرحة لتشريحها لتبين سبب الوفاة. وأضاف الراهب أن الأنبا أبيفانيوس ليس لديه خلافات مع أحد في الدير، وأنه ينتظر قرارات النيابة العامة وما ستكشفه حول ملابسات تلك الوفاة. وتابع الراهب باسيليوس أن البابا أرسل مندوبين عنه وسكرتاريته للدير للوقوف على ما حدث، وأن ترتيبات الجنازة متأخرة بسبب انتظار قرار النيابة العامة وانتهاء تشريح الجثمان. وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للوطن أنه ليس لديه معرفة بما حدث، وأن ترتيبات الجنازة تنتظر الكنيسة إبلاغ الدير لهم بها لإعلانها. وكانت الكنيسة وصفت وفاة الأسقف بأنه رحيل مفاجئ إذ لا يعاني من أي متاعب صحية. والأنبا أبيفانيوس من مواليد 27 يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984 قبل أن يرسم راهبا في 21 إبريل 1984 باسم الراهب أبيفانيوس المآري. ورسم قصا في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس 2013. ويجري الآن التحقيق كما أمرت النيابة بالتحفظ على كل الموجودين في الدير. ربنا يكشف الحقيقة. الأنبا أبيفانيوس وديت للأهرام الكندي. كان ظهور العذراء في الزيتون في 2 أبريل 1968 غير مسبوق، فهو من أكثر ظهوراتها سموا وتفردا وقوة وروعة وتكرارا وانتشارا واستمرارا، وتمت فيها عشرات بل مئات المعجزات التي عجز الأطباء عن تعليلها أو تفسيرها. وكان هذا الظهور هو الظهور الأول الذي تم تصويره فوتوغرافيا وأذاع تلفزيونيا، فقد صوره مئات المصورين المحترفين والهواة وأذاعه التلفزيون المصري. الأخبار، جريدة الأخبار، بيان رسمي بابا كرولوس يعلن ظهور العذراء في كنيسة الزيتون في الصفحة الأولى. آلاف المواطنين من مختلف الأديان. ونشرت أخباره جميع الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية، وشاهده الملايين ورئيس الجمهورية وسكرتير المجلس الإسلامي الأعلى وقداسة البابا كيرلس السادس، وتحرى عنه البوليس. ففي البداية تصور البوليس أن هناك خدعة متقنة
ادي اول صورة لظهور العذراء. الصحف. ومن ثم قام بفحص المنطقة المحيطة بالكنيسة فحصا دقيقا لمسافة 24 كيلومتر للكشف عن أي نوع من أنواع الحيل يمكن أن يكون قد استخدم في عمل الأشكال التي ظهرت بها العذراء. وبعد فحص دقيق وجهد شاق لم يتوصل إلى شيء، وتأكد أن الظهور حقيقي وأن العذراء كانت تأتي وتظهر من السماء. كان ظهور واضح للجميع على قبة الكنيسة. وقد أرسل جمال عبد الناصر إلى بطريركية الأقباط الأرثوذكس بعض المبعوثين ليتأكد من ظهور العذراء مريم. وجاء مبعوثيه يسألون البابا كرولوس السادس هل العذراء ظهرت؟ فلم يجيبهم، وعندما أصروا على الإجابة قال لهم اذهبوا وشوفوها بنفسكم. بابا كرولوس على اليمين ورئيس جمال عبد الناصر على الشمال، وصورة العذراء وهي بتظهر على قبتها. كانت صورة واضحة. فقرر الرئيس جمال عبد الناصر الذهاب شخصيا لمشاهدة هذا الظهور الغريب ومعه عائلته، وكان يصحبه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى. وجلسوا في شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة، والذي كان منزله مواجه لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وليلتها ظهرت السيدة العذراء أم النور ظهورا فريدا في الخامسة صباحا، راجع كتاب محمود فوزي البابا كرولوس السادس وعبد الناصر. تذكار تجلي السيدة العذراء مريم بالزيتون، الثلاثاء 2 أبريل 1968. ورآها كل الحضور، وتولت الحكومة تنظيم الحضور حول الكنيسة وجمع مبالغ نقدية، وأعطت الحكومة الجراج المقابل إلى الكنيسة. الصلوات التي تستجاب ولا تقف في طريقها عوائق أو عقبات. أقيم سرودقات أمام كنيسة العذراء بالزيتون لوقاية الزوار من البرد والأمطار. تسجيلات صوتية من الكنيسة. وبنيت في الجراج كاتدرائية كبيرة باسم القديسة العذراء مريم. ومشاهدة الرئيس جمال عبد الناصر لظهور العذراء أكدت كل التقارير التي كتبت عن ظهور العذراء في الزيتون، حيث حضر الرئيس جمال عبد الناصر لكنيسة العذراء بالزيتون وشاهد الظهور وشهد عنه. الصحف هي كانت بتكتب ما معنى أسراب الحمام وألوان الملابس التي تظهر بها، شفتها في ليلة السبت صباح الأحد. ودي أجسام نورانية كانت بتظهر مع الظهور. وعلى سبيل المثال يقول الكاتب الصحفي محمود فوزي في كتابه البابا كرولوس وعبد الناصر صفحة 77 و78، وفي دقائق كانت حشود من الجماهير تتطلع إلى هذا المكان أملا في رؤية السيدة العذراء، وتكرر في الأيام التالية هذا المشهد كثيرا. بابا كرولوس يعلن ظهور العذراء حقيقة، مما دفع الرئيس جمال عبد الناصر أن يذهب إلى هناك ومعه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى وقتها، ويقف في شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة، وكان منزله مواجها للكنيسة لكي يتحقق بنفسه من رؤية العذراء. وظل عبد الناصر ساهرًا إلى أن ظهرت العذراء في الساعة الخامسة صباحا. جريدة وطني وبيان المقر البابوي يؤكد ظهور العذراء ومعجزات شفاء. كل شاهدة مسلمين ومسيحيين.
كان وقت ظهورها الناس مشدوها طبعا. آلاف المواطنين من مختلف الأديان والطوائف قرروا بيقين رؤية العذراء، واتفق وصفهم بشهادات إجماعية جريدة الأخبار. دي كنيسة العذراء بالزيتون.